قابلت شباكه في خليني 9 اهداف. اروح للتشكيل الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه. شناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي باك يمين، علي معلول باك شمال، ايمن اشرف ومحمود متولي اثنين قلوب دفاع، واليو ديانج وعمرو السوليه اثنين في وسط الملعب، ثم حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه وجونيور اجاي، ومن امامهم مروان محسن. ده التشكيل الرسمي للنادي الاهلي: شناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، محمود متولي، علي معلول، ديانج والسوليه، جونيور اجاييه، مجدي قفشه، الشحات، ومروان محسن راس حربه وحيد.